تحت الشمس معي أنا أماني. مرحبا. لما نحكي اليوم عن المرأة السورية ودورها وتمثيلها بالمجتمع ومنظماته، أول شيء بيجي ببالنا الاتحاد العام النسائي يلي صدر السنة الماضية قرار حله بموجب المرسوم التشريعي رقم 16 لسنة 2017 والقاضي بإلغاء القانون رقم 33 لسنة 1975. قرار الإلغاء صدر بدون إيضاح لأي أسباب اجتماعية أو سياسية أو تنظيمية أو حتى مالية، وبدون أي مناقشة لبدائل محتملة. وبحسب القانون الداخلي للاتحاد، هو أول تنظيم جماهيري بالجمهورية العربية السورية بيوحد جهود المرأة بمؤسسة بتخصها وبيعبر عن إرادتها الواعية، وبتقدر المرأة فيه تمارس دورها الفعال بمختلف نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. تعالوا نتذكر بهالحلقة شو الدور اللي أخده الاتحاد العام النسائي بسوريا على مدى تاريخه الطويل. خلال 50 سنة، هل اشتغل الاتحاد العام النسائي على توعية المرأة ومساعدتها بوعي ذاتها ووعي المجتمع؟ هل دافع الاتحاد العام النسائي عن كيان المرأة وسعى بوصفة منظمة موجودة من أجل المرأة لحمايتها من عنف المجتمع والنظام؟ هل دافع عن المعتقلات السياسيات اللي تعرضوا لكل أشكال العنف والإهانة لإنسانيتهم لمجرد أنه تبنوا رأي مغاير لنهج النظام؟ هل سعى لبلورة مشروع بيحمي المرأة من سلطة القوانين الجائرة بالبلد؟ الجواب عن كل هاي الأسئلة هو لا. الاتحاد العام النسائي ما قدم أكثر من فرص عمل بسيطة للمرأة بقطاعات خدمية متواضعة، ودوره التمكيني للمرأة ما كان أكثر من دورات بسيطة بمحل أمية أو الفنون المنزلية. لكن شو كانت مهمة هالاتحاد؟ بالحقيقة الاتحاد العام النسائي بسوريا ما كان أكثر من أداة لتكريس سلطة النظام السياسي وتطويع الشعب، وعلى مدى 50 سنة كان عائق بوش أي منظمة أو جمعية بدها ترخيص إلها بسوريا لتنشط بشؤون المرأة، لأنه حسب قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة بتلتزم الجمعيات باتباع توجيهات الاتحاد العام النسائي، ويسمح للجهات الإدارية فيه إنها تحل أو تدمج أو تعدل الجمعيات اللي اختصاصها متشابه. وجدير بالذكر هون إنه منظمات حقوق الإنسان بسوريا اشتغلت بشكل غير قانوني وبدون ترخيص على مدى تقريباً 17 سنة. وبعد بداية الثورة بال2011 برزت مهام ونشاطات الاتحاد العام النسائي بزيارة الحواجز العسكرية وإقامة المعارض الفنية والتراثية وتنظيم نشاطات للأطفال مثل حملات التلقيح ببعض المناطق الآمنة وندوات الصحة الأسرية. يعني حتى خلال أصعب الأوقات اللي كانت عم تمرق فيها المرأة السورية ما طلع الاتحاد العام النسائي عن نشاطه المعتاد. وبالنهاية ما فيني أقول غير إنه هالواقع محزن، إنه مؤسسة تنوجد على مدى 50 سنة وما تقدر تعمل أي فرق ولا حتى تقدر تبني علاقة بينه وبين الفئة الموجهة إلها. هذا شي فعلا مؤسف، لأنه هي المؤسسة وغيرها هن استنزاف لطاقات البلد اللي فيه كتير من الطاقات، وفي كتير من النساء عم نشوفهم اليوم عم يطلعوا ويلمعوا ويبرزوا من أبسط الإمكانيات، ومشان هيك منسميهم بنات الشمس. بنات الشمس معي أنا أماني.